صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم المواظبة على قول صدق الله العظيم بعد نهاية كل سورة؟ لا دليل على ذلك، هو كتاب ملازمة صدق الله العظيم بعد التلاوة، هذا لا دليل عليه، فهو بدعة مما ابتدعه متأخرون حتى صارت كأنها آية من القرآن، صارت كأنها آية من القرآن، ليس لهذا أخر. نعم.